نبدأ صباحنا بالأمل والإيجابية، فالأحلام قد تصبح واقعاً ملموساً إن استخدمت أو استخدمت قانون الجذب، وهذا الكلام علم. بالفعل يا ريم علمي، ربما سمعتم مشاهدينا بقانون الجذب من خلال كتاب The Secret أو السر. هو الطاقة الموجودة داخل كل شخص فينا والتي يمكن أن تجذب أي شيء. لكن هل تعلم بأن قانون الجذب يستخدم منذ عدة قرون لتحقيق الأحلام والرغبات؟ فكر في الأشياء السلبية فستظهر لك، وكذلك إذا فكرت بشكل إيجابي. يقول باولو كويلو الروائي البرازيلي من كتاب الخيميائي: عندما تريد شيئا ما حقا فإن الكون بأسره يطاوعك للحصول عليه. إلى أن هناك خطوات أساسية لتطبيق قانون الجذب في حياتك. يعني نبدأ بالتفاؤل والأمل، ولكن خلينا نتكلم عن معادلة قانون الجذب. كيف تعمل هذه المعادلة؟ طيب، هو قانون الجذب مبدئيا هو قانون أزلي. يعني بداية الكلام أن ربنا عنده حسن ظن عبده به. طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تفاءلوا بالخير تجدوا. سيدنا علي بن أبي طالب قال إيه؟ قال: لكل متوقع أن آت فتوقعوا ما تتمنوا. إحنا أي حاجة بتحصل لنا في حياتنا قائمة على حاجتين: إحنا فكرنا في شيء، وبعد كده بنعمل السلوك اللي بيخلينا ننفذ الشيء اللي احنا فكرنا بيه. يبقى اول حاجه اللي احنا بنفكر في الحاجه، لو احنا فكرنا في الحاجه بطاقه ايجابيه ان شاء الله انا هقدر اعمل ده، لو انا قلت هقدر اعمل ده انا من جوايا في جنود وعساكر جوايا يلا يا جماعه هو بيقول ان احنا نقدر. النهارده انا صحتي كويسه، في جنود جوايا بتقول يا جماعه النهارده هو صحته كويسه كملوا. طب لو انا قلت مش هقدر، طب لو انا قلت ان انا صحتي تعبانه، الجنود اللي جوايا هتخمد وهتخمل وهتقول لا يا جماعه هو مش قادر ومش هيعرف يعمل ده. معلش بس يا علاء، يعني الموضوع مش بهالبساطه هيك. طيب اكيد تفكيرنا سواء كان سلبي او ايجابي بياثر على نظرتنا للامور وعلى اي عمل رح نعمله خلال هذا اليوم او هاي الفتره. مشكلتي كانت مع كتاب ذا سيكريت وقانون الجذب اللي بيحكي عنه، لما نيجي نحكي عن او يعني بتقرا بالكتاب بانه في ناس انه حاطين هدف لهم انه انا بدي اصير مليونير باخر السنه. يعني ما لازم الواحد يكون واقعي وعقلاني برضو، هذا الحديث مش منطق. اكتبوا على ورقة بالخط الأحمر أنا أتجلى في كذا، والسنة دي أنا هعمل مليون دولار. يعني أنا لو كتبت ده هيحصل السنة دي مثلا. طب أنا لو ما عملتش السلوك أنا فكرت. طب أنا لو ما نفذتش السلوك اللي هيخليني أكسب الفلوس، ممكن أنفذ السلوك وبرضو ما أكسبش المليون دولار. بالظبط، هذه هي لكن الفكرة. هل يستوي الذين يعملون والذين لا يعملون؟ إذا أنت بتشتغل على هذا الهدف، هل يستوي الذين يفكرون والذين لا يفكرون؟ كون أنا أساساً أفكر أن أنا أعمل مليون دولار أكيد أحسن بكتير من اللي قال أنا أخري أعمل ألف دولار وأنا مش هقدر أعمل. هو إدى نفسه طاقة إيجابية، الطاقة الإيجابية خلت عنده قوة أكتر في الفعل اللي هو بيعمله، خلته يشتغل أكتر، خلته بقى يفكر أكتر من غيره عشان خاطر ينفذ الشيء اللي هو فكر فيه. بس كده.